ما بعرف هذا السلاح بكفي يا ترى. ليفل 4 جولد دايموند، ما بعرف كم سكور هذا الدايموند فيه. تعال نشوف. ذاك هو ميتي. قطيع. ثلاثمية واثنين، الله حلو. كم الدايموند؟ 337. 337 دايموند بدنا. شوف قرون. تسمع صوتي؟ هذا كمان مش دايموند. ثلاثمية واحد، هذا أعلى منه. هذا ما بدي اياك، روح اهرب. مع انه هذا ليفل 4 شباب، بس مع هيك 289 اعلى سكور ممكن يعطيك. ما هداك بيعطيك 301 سكور. 316 لسه هذا اعلى. هلق ما راح يكون دايما بعرف. روح هرب ما اريده. خلينا نلف له هيك شوي هدول. بصراحة مش قادر اشوف شيء. مش شايف شيء الساعة خالص. اثنين وخمسين متر بيني وبينهم. مية وخمسين هذا هو. ما بعرف مات. ما اظن لازم. ما في اول واحد على شيء. ما في هذاك. هو مات. هذا على واحد فيهم بقى. لا هات شوف. أسد كان وراي. ذكر you
والله مات. اليامها صيد، اليامها ولي شو هاد؟ يا لطيف 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 يا لطيف. هذا دكستا كمان ماكو، راح سبب انقراض. بعرف وين صارت هاي. ما هو هاي؟ والله فكرت شي. معاي البرج هاي مشكلة. كان 67 جولد. والله شوف إصابة قاتلي وحش بالأربعة. باق عليه ديك دي ورا. دمر لول خمسي. ايوه اي واحد صار بس معقول يكون دائما هذا اللي بالخمسين ولا لا؟ ما اظن يعني ال ترول مثل ما بيقولوا ترول. اضحكوا علينا بليفل 5 بس هو مش دايما. بس انتبهوا قلبه بعرف خلاص وما يصيدونه. واحد صدناه كان 39 39 احيانا لك اعطاني على سكور 39 هو 37 ونص 37 فص هيك شيء تقريبا دائما فيهم. لكن ممكن احيانا اللي بيعطيك سكور 39 ممكن يعطيك يعني دائما. لكن انا بذكر مره واحده كنت شايف سكور 40 فاعطاني دائما. لكن كمان راح نشوف هسه. شوف 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 هذا اللي بالخمسيات دايموند. يا الله اللي بالخمسي مع انه ما لا ترول ولا شيء دايموند. ايه ليه احفظه
شوف فهد فهد قريب قريب كتير. خلنا اكتب لهم اني كملت التحدي، كان في تحدي مكتوب فوق. شو بدك حبيبي؟ واكتب بالعربي. شو بدكم احلى من هالدايموند؟ شو بدكم احلى من هالدايموند؟ اني ضربت مرة تاني. يا الله يا الدايموند، تعبني الدايموند. صار لي يومين عم بلعب باليوم 4 5 ساعات، ما كان اجيب الدايموند. اخيرا اخيرا.